نحن الآن في ريف حلب الغربي، هذه المنطقة التي تتعرض لتصعيد من قبل الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام. الآن كما نشاهد في الصورة، طائرة حربية تابعة لقوات النظام استهدفت هذه المنطقة بالقرب من حي الراشدين في غرب حلب. 5 أيام من التصعيد المتواصل، غارات تكاد لا تتوقف على مناطق ريف حلب الغربي بالطائرات المروحية والطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع ما زالت تتجول الآن لترصد أهداف جديدة في هذه المنطقة. قوات النظام استقدمت قبل أيام تعزيزات إلى خطوط الجبهات في مناطق غرب حلب، كذلك الفصائل المعارضة أعلنت استخدام تعزيزات أيضا وجاهزية تامة للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات النظام. اليوم شهدت المنطقة تصعيدا كبيرا جدا من قبل الطائرات الحربية، خاصة في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي الشرقي. الطائرات المروحية والطائرات الروسية تكاد لا تفارق الأجواء منذ ساعة الصباح إلى الآن. خلال 5 أيام قتل في ريف حلب الغربي أكثر من 40 مدنيا وأصيب أكثر من 100 آخرون. بحسب الدفاع المدني وفرق الإسعاف فإن الحصائل هذه مرجحة للزيادة في هذه المنطقة. نزح أكثر من 140 ألف مدني باتجاه المناطق الشمالية، باتجاه الحدود المناطق الحدودية على الحدود السورية التركية، هربا من استمرارية القصف والحملة العسكرية التي تشنها الطائرات الروسية وطائرات النظام على المنطقة. هنا الآن في ريف حلب الغربي ما زالت الطائرات الحربية تحلق باستمرار وتستهدف المدنيين. كما نشاهد في الصورة، ما زالت الطائرات تستهدف بشكل مركز المناطق الحيوية، المشافي ومراكز الدفاع المدني. قبل قليل تم استهداف أحد المخيمات بالقرب من مدينة الأتارب، نتج عن هذا الاستهداف استشهاد سيدتين وإصابة أكثر من 10 آخرين.